وللحديث أكثر عن انتهاكات نظام الأسد ضد المدنيين في وقت يعلن فيه عن موعد الانتخابات الرئاسية، ينضم إلينا عبر الهاتف من أورفا الكاتب والمحلل السياسي راكان الخضر. أهلا بك معنا سيد راكان. مساء الخير لكم ولمشاهديكم الكرام، حياك الله. أهلا بك. بداية، يعني بعد ألمانيا وفرنسا وهولندا، شكوى جنائية في السويد ضد مسؤولين في نظام الأسد بتهمة ارتكابه هجمات بالأسلحة الكيماوية، كيف تقرأ تزايد الملاحقات القضائية للنظام ورجاله؟ لا شك أن المجتمع الدولي ضاق ذرعا بممارسات الأسد وعصابته من استخدام للأسلحة الكيماوية ومن التغييب القسري إلى التهجير أيضا القسري. كلها هذه الجرائم ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، ولأن المجتمع الدولي للأسف الشديد تأخر كثيرا في اتخاذ مثل تلك الإجراءات، وكل تأخير للأسف الشديد هناك ثمن يدفعه شعبنا السوري بشكل عام، سواء كان الشعب السوري الموجود في المناطق المحررة أو الذي يرزق تحت نير سلطة أسد وعصابته. ولكن هل يمكن التعويل على هذه الدعاوى القضائية في حين يعني لربما فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي في إدانة النظام؟ سيدي الكريم، هناك معادلة لا يمكن فهمها وخارج عن السياق المألوف والمعتاد في السياسة أو في السياسات الدولية أو في سياسات المنظمات الدولية. هناك تراخ، هناك إعطاء وقت للأسد وعصابته في حين صدام حسين اجتمعت عليه أكثر من 70 دولة في تحالف، وسمعنا كثير من تصريحات بعض الدول ومنها بريطانيا أنهم خدعوا وأنه كانت حجة أسلحة الدمار الشامل المتواجدة في العراق ما هي إلا حجة لتغيير النظام، بينما نجد العكس عندما يتعامل هذا المجتمع الدولي مع أسد وعصابته. فهناك كما أسلفت القول هناك معادلة لا يمكن فهمها وأيضا خارجة عن السياق المألوف في التعامل في مثل هذه الحالات. نعم سيد راكان، يعني كما تعلم داخليا النظام أعلن عن موعد الانتخابات الرئاسية، ألا يعني ذلك أن النظام يستند لقاعدة شعبية حقيقية كما يروج ويدعي لنفسه داخليا؟ سيدي الكريم، أي حاضنة اجتماعية، وقد سمعنا أصوات بدأت تخرج من قلب يعني موطنه أو من قلب القرداحة تحديدا ومن قلب اللاذقية، موطن الأسد وموطن شبيحته وموطن مؤيديه. بدأت أصوات تتعالى وتتحدث عن أن هذا النظام لا يمكن قبوله ولم يعد صالحا لأن يكون موجودا على رأس السلطة في سوريا. الناس ساقت ذرعا، لا كهرباء لا ماء، النظام الصحي مدمر، النظام التعليمي مدمر، لا يمكن للنظام أن يستطيع نعم. أن يوفر حتى مادة الخبز. نعم سيد راكان، ولكن يعني السؤال هنا، ولكن يعني أرجو منك الإجابة سريعا عليه، هل يمكن للنظام فعلا الإعلان عن الانتخابات دون أخذ موافقة الروس؟ لا يمكن. نعم. وأيضا روسيا في ذلك تمرر بعض الرسائل للولايات المتحدة الأمريكية وللمجتمع الدولي، هي عملية ابتزاز نعم. من الروس.
إذن راكان الخضر الكاتب والمحلل السياسي، كنت ضيفنا عبر الهاتف من أورفا، شكرا جزيلا لك.